الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على جواز الوكالة في طرح السؤال على العالم، فلا يجب عليك أن تذهب أنت بنفسك لتطرح السؤال على العالم، بل يجوز لك أن توكل في طرح السؤال ثقة مأمونا تثق في فهمه وفي قدرته على طرح هذا السؤال على ما هو عليه على العالم. وهذا له أمثلة في عهد الصحابة كثيرة جدا. فابن عباس رضي الله عنهما والمسور رضي الله عنه لم يباشرا بأنفسهما سؤال أبي أيوب، وإنما أرسل له عبد الله بن حنين رحمه الله تعالى ليتولى السؤال. ومثلها أيضا كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. والشواهد كثيرة.